سعيد بلقائكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامجكم اليومي بروبليم رياضي للحديث حول مباراة الوداد الرياضي التي انتهت قبل قليل امام فريق مولودية وجدة عن الجولة 12 لحساب منافسات الدوري الاحترافي والتي انتهت على وقع التعادل الايجابي هدف في كل الشبكة. وكذلك سنتحدث حول مباراة الغد المرتقبة بين فريق الرجاء الرياضي ومضيفه فريق المغرب الرياضي التطواني لحساب نفس الجولة والمسابقة. والحديث حول هذه المباريات وهذا الموضوع ينضم إلي دائما محمد أرمو من محلل قناة سي محمد. أهلا بك. أهلا بك خويا محمد. وكذلك مشاهدي الكرام لكل من أراد أن يتفاعل معنا معكم سوى ترك التعليق ديالكم عبر الصفحة الرسمية لقناة شوف تيفي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. اكيد سي محمد تابعتي معنا اللقاء اللي انتهى قبل قليل من الان احد ابرز المباريات الى حدود الساعه اللي جمعت بين الوداد الرياضي ومولوديه وجده. صحيح ان وجده ضيع ان صح القول نقطتين من قلب مركب رياضي محمد الخامس، لكن الوداد عرف كيف يناقش اللقاء وتمكن من تعديل الكفه في الدقيقه 80 عن طريق هداف الفريق ايوب الكعبي. ومن طبيعي الحال كانت واحد المقابله جميله، شفنا مولودية وجدة قدمت مقابله كبيره، تنظر بان مولودية وجدة بعد التوقيع مع المدرب الجديد شفنا واحد التالق كبير، شفنا هذه واحد ريمونتادا في من الكلاسمو ديالو من الرتبه الاخيره، دابا تنظر بانه في الرتبه الثالثه، يعني تيبان لك بان اللاعبين خذوا الثقه وكما تنقولوا دخلوا في التاكتيك ديال المدرب. اليوم شفنا بانهم قدموا واحد المباراه كبيره، شفناهم كانوا ند الفريق الوداد البيضاوي شلو الهدف الاول وبقاو كما تنقولوا حنا مامنين القدرات ديالهم. الوداد حتى هو كما تنقولوا ما نزلش يدو، لعب الكلي الكل، قدر يشتري هدف التعادل في الدقائق الاخيره. مباراه كانت كما تنقولوا مباراه كانت جميله، كانت فيها هجمات كثيره بالطرفين، يعني كان الفرق بجوجهم قريبه للفوز بهذه المباراه مع امكانيات ديال وجده اللي كانوا مسجلين هدف ديال التقدم. مقابله جميله، كانت مقابله هجوميه بالنسبه للفريقين بجوج، تنظر بان نتيجه التعادل كانت في صالح الفريقين، لان اول مباراه في رمضان في الليل قدموا واحد المباراه جميله، كان الريتم تاهو مزيان. تنظر بانه مقابله لا جينا نعطيو التنقيط ديالنا نقدر نقولوا 5/10 لانها كانت مباراه جميله وكانوا فيها محاولات كثيره للفريقين. اكيد مباراه في اجواء رمضانيه لعبت بواحد المردود بدني كبير، فلا فريق الوداد الرياضي ولا الفريق مولودية وجده فهم ظلوا صامدين لمده 96 دقيقه التوقيت النهائي ديال المباراه، ما شفناش عياء ما شفناش تعب رغم الصيام، وحنا الان في شهر رمضان المبارك اللي كنعرفوا ان الجسم كيدير او لوكور كيدير واحد الجهد كبير بسبب الصيام، واكيد كانت واحد الروبا سبيسيال للاعبين ديال كره القدم وخصوصا اللاعبين ديال وجده والوداد في اليوم. ومن طبيعي الحال هذه تكون الدور ديال طبيب الفريق واللي تعطي هذه الوجبات الوجبه قبل ديال الافطار للاعبين، ولكن تنظر في ارض الملعب ما بانش هذاك التعب الكبير، بان واحد الريتم مقبول في المباراه، باتنا محاولات عده من الفريقين بجوج، شفنا عرضيات، شفنا من وسط الملعب، شفنا عطاك بلاصي، شفنا عطاك رابي، شفنا بلوك اللي داروا واحد الوقيته في بركان باش يلعبوا على وجده ولا على الكونتر اتاك اللي كانوا قاب قوسين باش يجلوا اهداف. شفنا التمريرات العرضيه، شفنا بزاف ديال الاشياء في هذه المباراه، تتبين لك بان اللاعبين كما تنقولوا قدموا واحد المردود اللي جميل في هذه المباراه. كانت مباراه اللي في واحد الايقاع اللي مقبول، اول مباراه مع التوقف ديال الدوري والعوده ديالو في رمضان، تنظن بان مقابله في المجمل كانت مباراه جميله، وكان وجده كانت تقدر تفوز بالمقابله، ولكن الوداد بقات مامنه بالقدرات ديالها وقدرت تسجل هدف التعادل في الدقيقه الاخيره بتوقيع اللاعب الكعبي، الهدف اللي بزاف ديال القيل والقال وتاخر ورجعوا للفار وبزاف ديال الاشياء. حنا ماشي حكام، ولكن تنظن بان الحكام هما اللي يعطون الراي ديالهم لا في ضربه جزاء لا في الاهداف، ولكن تنظن بان في المجمل المقابله كانت مقبوله للمولوديه الوجديه لانها لعبت واحد الفريق في الملعب ديالو، فريق كبير، وقدرت تستطيع انها توقف الند ليه، وبالحركه كانت فايزه بهدف لصفر وامنت بالقدرات ديالها حتى الاخر عاد تسجل الاهداف. تنظر بانه خدينا راجل المقابله نقدر نقول الحارس ديال مولوديه وجديه، لانه صحيح. قدم واحد المباراه كبيره وتصدى بزاف ديال المحاولات ديال الوداد، تنظر بانه هو نجم المقابله. تنظر المقابله بالنسبه لي النقاط بشو الفريقين بجوج، تنظن بان النقاط اللي كانت يسالوا الفريقين بجوج. صحيح، ونتحدثوا على مولوديه وجده الفريق اللي صراحه كيقدم عروض كبيره ماشي غير في مباراه الوداد، يعني منذ تعاقد المكتب المديري الذي يترأسه محمد هوار
مع المدرب كازوني فالفريق تبدل ب 360 درجة. سي محمد الفريق اللي كان كيحتل المركز الأخير في سبورة ترتيب البطولة الاحترافية اليوم الفريق كيصعد للمركز الرابع ب 17 نقطة، 4 انتصارات وتعادل، وكان قريب من تحقيق 5 انتصارات، 15 نقطة في 15 مباراة كان غادي يحققها فريق مولودية وجدة، وكان غادي يكون هو الثاني خلف الوداد ب 19 نقطة. اسمح لي ونقدروا نقولوا بان المباراه الاولى ما قدروش نحسبوه مع اللاعبين، لان المباراه الاولى كانوا بزاف ديال المشاكل، ما كانوش يتدربوا، كانت المشاكل بين مكتب مسير، وكنا تنقولوا ان عندهم فيكتيف، كان عندهم فيكتيف كنا تنقولوا، لان الفيكتيف كان عندهم مثلا الفارطه وما ضيعوا، كما تنقولوا يلا كما تنقولوا استغنوا على انه حسن هو اللي مشى الفريق رجع البيضاء، ولكن التشكيله بقات هي هي. كنا تنقولوا بان الفريق عنده مشاكل داخل في, 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 في الاداره مع المدرب، ما كناش نلوموا اللاعبين، انا كنشوفوا اللاعبين كانوا متشددين ديالهم، ما كانوش عارفين المدرب اللي بقى معاهم واحد الوقيته تيتريني بهم مساعدين المدرب، يعني كان بزاف ديال الاشياء اللي كانت خارجه على الاراده ديال اللاعبين، ولكن فاش كما تنقولوا وقعوا لواحد المدرب اخر وخذ المبادره وبدا يدرب اللاعبين، شفنا اللاعبين بانهم ولاو يطبقوا العمل ديال المدرب ولا طريقه اللعب ديال المدرب، عندك لاعبين كما تنقولوا لاعبين الكويريه خص اللي عرف يوظفهم في ارضيه الملعب، جا المدرب وظفهم، بدينا تنشوفوا النتائج، بالعكس بدينا تنشوفوا الاداء، تشوفوا حصص كبيره تيفوزوا بها في وجده، تنشوفوا اربعه اهداف ضد جديده، فازوا بثلاثه ضد يعني تيبان لك واحد الفريق اللي بدا تيلقى راسو ولا تيوصل للفريق هجومي اللي تيسجل اهداف، ما تيشوفش عليه بزاف ديال الاهداف كي مشينا للمباراه اليوم تسجل عليه الاخر الاخر دقائق ديال المباراه، يعني وليت تشوف انا عنده واحد بين البلوك الدفاعي والبلوك الهجومي تلقاهم بانه فريق اللي واقف مزيان تعرف يدافع وتعرف يهاجم، هذه هي القوه ديال مديريه وجديه، وتنقول برافو اللاعبين لان اللوم ما كانش لهم في الاول الجماهير الوجديه اللي حنا هنا كنا تنقولوا بانهم هما ما عليهمش المسؤوليه الكبيره كانت على المكتب المسير مع المدرب وادو، فاش هذه المشكله تحلات شفنا بان اللاعبين قدموا المردود اللي عليهم ورجعوا كما رجعوا للذاكره للسنه الفارطه اللي قدموا واحد البطوله اللي كانت جميله. صح وكنا تنقولوا على ذكرتي معايا السي محمد مع بدايه البطوله تنقول الايام هي اللي غادي تجاوب واش المشكل في اداره الفريق ولا في بسلام وادو، فاتضح لنا ربما ان المشكل ما حملوش وادو انما ما كتحملش الاداره المسؤوليه، هاي المكتب بقى هو الفريق بقى هو غيرنا مدرب جبنا مدرب، فشفنا اشياء كبيره مجموعه من الاوراق استطاع المكتب المدير للفريق تحت اشراف المدرب الحالي كازوني من اصلاح مجموعه من الامور، اليوم الفريق في خط تصاعدي من مرتبه 16 حتى المرتبة 4، وكان اليوم يكون قريب مولودية وجدة من المركز الثاني، هذه أكثر من ريمونتادا. حنا ما عمرنا حنا المشكل في الواقع، ولكن كانوا اللاعبين تنظن بأنهم كانوا بعيد من هذا المشكل لأن ما كانش وادو، ولكن وصلهم لا ما كانش الصدى ديال ما كانش المدرب وادو، ما كانش عنده مشكل مع اللاعبين، حنا ما كناش عارفين المشكل اليومين هذا، لا من المشكل ملي تكون قائم بين الإدارة والمدرب في اللاعبين تكونوا بعاد، ولكن ذاك المشكل اللي بين المدرب والإدارة حنا ما كناش عارفينه، ما كاينش استقرار نفسي للاعبين، ما كاينش استقرار، حنا ذاك المشكل دابا الماتش تاع وجدة مع فريق الرجاء الرياضي كان بين اللاعب شاردين في ارضيه الملعب، حنا بغيت نقول لك دابا حنا ذاك المشكل اللي كان ما كناش عارفينه حنا اشنو هو المشكل اللي بين المكتب المسير وبين واد، ما كناش عارفينه، هذا تيقول هضرتو وهذا تيقول هضرتو، اللاعبين كانوا بعاد من المشاكل، اللاعبين المشكل كان عندهم واحد انهم ما كانوش تاثروا مع واحد المدرب، ما كانش واحد المدرب توصل لهم معلومات، ما كانش واحد المدرب اللي تيخدم بهم وتيشتغل بهم، كانوا تيجيهم المباراه ما عارفينش المدرب اللي يكون جالس معاهم في بونتوش، كانوا تيدخلوا يعني ما كانت كما تنقولوا حنا ما كانش المسؤوليه عليهم، دابا فاش جا مدرب وكما تنقول حط العمل ديالو وخدم مع اللاعبين بديت نشوف بان داك الشيء ولا يضر في ارضيه الملعب، لان كنا تنقولوا حنا محال وهذا الفريق اللي قدم مستويات كبيره ديك السنه وبنفس اللاعبين هذه السنه ما يقدمش نفس المستويات، ولكن فاش جا المدرب واشتغلوا نقدروا نقولوا بان اللاعبين عطاو المجهود ديالهم نتاقلموا مع الخطط اللي قدم المدرب، تنشوفوا دابا بان النتائج باينه، نتائج واداء وحصص كبيره، تنظن بان هذا هو بالنسبه لنا فاش نشوف هاد الفرق كلهم مقدمين مستويات كبيره، تبين لك ان البطوله غتكون البطوله السنه الثانيه ان شاء الله بطوله مولودية وجدة الاشاره فقط السي محمد، الا مشى في هذا اللوغيتم هذا اللي فيه هو دابا، فمن انا شخصيا نرشحوا انه ينافس على اللقب وما طبيعي الحال تنقول لك انا في البطوله المغربيه هذا هي القوه ديالها هو المشكل اللي فيهم هاد الجوج هادو، الى شفنا البطوله الاسبانيه ولا البطوله الانجليزيه والايطاليه تلقى واحد الفرق ولا ثلاثه اللي باعدين بزاف على الكوكب، تلقى واحد الفرق ديال 10 نقاط 12 نقطه يعني ما تنهزموش بزاف، تنهزم لك مباراه في 10 مباراه في 10 مباريات، حنا في البطوله المغربيه ما تيكونش ذاك الريتم ديال واحد خمسه المباريات من تاتيه تيفوز واحد الفريق، ديما تلقى الفرق متقاربه بعضياتهم في النتائج، يعني اي فريق يفوز بجوج مباريات ولا ثلاثه
تلقى ديما في الصداره. هذا هو الحاجه الزوينه والخايبه اللي عندنا بجوج، لان ما عندناش واحد السيروره، ما عندناش واحد القاطره اللي تنقولوا بان واحد الفرق ولا دار البطوله هذه فايت بواحد 6 ولا 7 ولا 10 نقاط ما كايناش. هذه الجماليه ديال البطوله ديالنا، ديما تلقى بان واحد الفريق في الصف الاخير تقدر بعد ثلاث دورات تلقى في الصفوف الاولى، تنظن ديال القوه وديما تيبقى داك التشويق حتى الاخر لنهايه البطوله. وبالعوده للمباراه ديال اليوم السبت حمد، ففريق المولوديه تواجد كان متقدما في اللقاء عن طريق ضربه جزاء نفذها بنجاح اللاعب اسماعيل خافي قبل ان يعدل فريق الوداد الرياضي الكفه والنتيجه لصالح الفريق الاحمر في الدقيقه 80 بعد تمريره مركزه اخذها الكعبي وسجلها في شباك مولوديه وجده. لكن كما قلت يا رجل المقابله كيبقى هو حارس ديال مولوديه وجده اللي تسلطاش عليه ومازال تسلط عليه الانظار بعد الاداء اللي قدمه اليوم. ماشي غير اليوم اسي محمد، الماتش تاع الراجل اللي تلعب مركب رياضي محمد الخامس قدم مقابله كبيره، وجميع المباريات الاخيره اللي خدها مولوديه وجده فهو عرف كيفاش يحافظ الشباك ديالو لاكثر من ثلاث جولات. الجوله الماضيه ربحات وجده ب 3-0 المغرب الفاسي قبل منها كذلك، فهذا كيدل ان الوجده كتوفر على دفاع قوي قبل ما انه يكون حارس قوي. ومن طبيعه الحال فاش يكون عندك واحد الحارس اللي تعطي الثقه للمدافعين وتعطي الثقه للفريق، تيبين لك بان ديما تلقى اي فريق تلقاه في الصف الاولى ديما تلقى بانه عنده واحد الحارس كبير، لان الحارس هو تطمئن الفريق، هو الحارس اللي كما تنقولوا نهار اللي ما تيكونش الفريق في اليوم ديالو تيكون هو كما تنقولوا هو السند الكبير ديالهم، كما تنقولوا تيحيد بزاف ديال المحاولات على المرمى ديالو. شفنا اليوم الحارس بانه تالق واحد التالق كبير في الشوط الاول، حيد واحد ربعه الاهداف اللي كانت محققه حيده من المرمى. في الشوط الثاني نفس الشيء، تيبين لك بان حتى المدافعين لاعبين بواحد الطمانينه لانه راه حارس كبير. الا شتي كاع الفروق تقريبا في المقدمه تلقى عندهم من احسن الحراس كاينين في البطوله الوطنيه، لان الحارس كما تنقولوا هو الرقم الواحد، هو واحد 50% ديال الفريق، لان 50 الاخرى تبقى ديال اللاعبين. ولكن اي خطا الحارس يدير مباراه كبيره ولكن خطا من عنده تيتسجل هدف تيتحسب لك بهدف. يعني فاش كان واحد الحارس اللي تيكون عنده الاخطاء قليله تلقى بان الفريق ديما في المرتبه الاولى. واكيد نتمنى كل التوفيق سواء الحارس ديال مولوديه وجده ولفريق مولوديه وجده اللي اعطى واحد القدوه لكل جميع الانديه اللي مازال كتصارع على مستوى مؤخره الترتيب. الحديث هنا على نهضه زمامره وساري واتزم ومجموعه من الانديه اللي كتحتل المراكز اخيره، فمازال الحال طبيعي الحال اللي بغينا نصلحوا الامور راه مازال الحال. مازال كتبعنا تابعنا 18 دوره السي محمد، فوجد في 5 و6 المباريات هما اليوم كيحتلوا المركز الرابع وكانوا قراب كما قلنا من احتلوا المركز الثاني. فمولوديه وجده عطى مثال يحتذى به لكل الانديه اللي مازال باغا تنافس سواء على اللقب او تبتعد من المراكز الاخيرة. بان تنقول بان الكره ما خصكش ديما تهبط يدك، ديما تحط الثقه في المجموعه ديالك والثقه في المدرب ديالك، وديما تعرف بان في حاله التنقيط اللي كاين دابا انك تفوز مقابله تقدر كما تنقولوا تنقص تسلم الترتيب تولي تاخذ ثلاثه ديال الخطوات الامام، لان كما قلت لك ما كاينش واحد الاستمرار في النتائج ديال الفرق اللي تتكون فوقك. يعني ضروري خصك تتامل بالقدره ديالك. شفنا دابا وجده نفس الشيء كانت في الصفوف الاخيره، واحد الوقيته كنا تنقولوا وقتاش غتفوت وجده وقتاش تفوت وجده، تنشوفوا دابا انتصرت واحد ربعه المباراه التتاليه، تعادلت واحد ولات في المرتبه الثالثه. يعني تنقول لك بان كاع الفرق اللي في البطوله الوطنيه عندهم الامل بانهم يفوزوا بالبطوله، وكاع الفرق خصهم يحضروا راسهم لان تنقول لك بان ما كاينش واحد الاستمرار ديال الفرق ديال المقدمه في نفس النتائج اللي تتكون كما تنقولوا مسترسله واحد 6 ماتشات ولا 7 متابعين رابحين. يعني هذه هي تتخليك بانك انت تبقى في المراتب الاخيره. ولكن تنظن الفريق دابا اللي في الصف الاخير اللي عنده 16 نقطه يفوز هذه المباراه تلقى راه في الصفوف الاولى. صحيح صحيح ان ايوب الكعبي اليوم سجل هدف التعادل، لكن مجموعه من المشاهدين الكرام اللي كيتابعونا في هذا البث المباشر او مجموعه من الجماهير الوداديه بشكل عام اللي تابعت مباراه اليوم وجهت سهام النقد ديالها لايوب الكعبي اللي اهدر مجموعه من الفرص السانحه التسجيل رغم تسجيل الهدف السي محمد، وهذا ما يعاب على ايوب الكعبي. صحيح انه يسجل لكن يضيع اكثر ما يسجل. انا بالنسبه لي المهاجم اللي توصل المرمى بزاف وتيضيع تنصفق عليه، لانه تيكون الثقه عنده في نفسه يكون في المكان المناسب، خصو كما تنقولوا يركز شويه تغلب عليه الفينيسيو. تغلب عليه الفينيسيو كتلقاه في المكان المناسب. ديما المهاجم اللي تيحاول وتيحاول وتيحاول بالنسبه لي تيكون غير ماركي في اي وقت، شوف اي وقت ماركك جبوش ولا ثلاثه، لانه ديما راه ماشي هو تيزقل تلقاه في المكان المناسب وما تيركش، ولكن تلقى في المكان المناسب. هذا هما المهاجمين اللي تعجبوني انا. كاين مهاجمين اخرى بعد مرات تهضر واحد المهاجم تقول راه غابر على المباراه ما تيبانش،
وما تجي تاكل واحد لانه ما تعرفش وقف في مربع العمليات. بالعكس بزاف ديال اللاعبين بحال رحيم واحد لقيتها قلتها لك هو بدا يرجع دابا التهديف ديالو تلقاه في المكان المناسب. بزاف ديال اللاعبين واحد لقيتها كانوا مهاجمين تلقاهم في المكان المناسب تضيعوا بزاف ولكن تلقاهم في المكان المناسب يعني مع ان شاء الله مع التدريب وبزاف الثقه ياخذ الثقه في النفس ديالو غيبدا يسجل لانه ديما تلقاه في المكان المناسب. وهذه اللي بغيت نقول لك كبيره العكس ديال الحارس والعكس ديال المهاجمين دابا واخا سجل بزاف راه سجل هدف تحسبات ليه بانه سجل هدف في الدوره هذه. ولكن سي محمد لو ان ايوب الكعبي ركز اكثر في لقاء اليوم فان كنا نشوفوه يسجل اكثر من 3 اهداف هذو الاهداف محققه سي محمد. انا قلت لك انا واحد الفيرات بعدا راه منو من انا تنقول لك بان ما حارس تعمل ديك الجوجه ضرب عليه في كتافه. لا شوف المشكل ديال المهاجمين هي خصك ديما عندك هذاك الحاسه ديال الوجود في واحد المكان اللي مناسب وخصك تدرب في التدريب خصك تحط راسك في هذه المواقف هذه لان بزاف ديال الاشياء تيوقعوا في التدريب كتوقع لي بزاف الناس فاش ندربوا تجينا شي كره كما تنقولوا في التدريب تضربها بواحد الطريقه اللي عشوائيه ولا تخدم زعما عادي وداك الشيء. ولكن الا شتي المهاجمين اللي تفرجتي في التدريب ديال رونالدو ولا تفرجتي ديال ميسي تلقاهم سيريو. علاش؟ لان تجيك هذه الكره تجيك في مباراه وتدير بحال تدير في التدريب ما تعرفش تتعامل معها. تنتمنى بان المهاجمين المغاربه يبداو في التدريب يخدموا كما تنقولوا بسيريو وبالثقه في النفس وعرفوا فين يحطوا لان وتا في المباراه تيكونوا ضعاف المباراه تكون ضعيفه تجيك بعض المحاولات خمسه تجيب منها جوج. هذيك هي المباريات اللي خصك كما تنقولوا تعود تماركي دوك الهجمات اللي تيجيوك لان بعض المباريات غتجيك هجمه واحده وبنفس الطريقه الا في المباراه الاولى ضربتيها بواحد الرعونه حتى في النهار اللي تحتاجك والمقابله خص ذاك الهدف ضرب ذاك الرعونه. خصنا في التدريب نعملوا كما تنقول نعملوا باتقان ونحاولوا نهيو الهجمات في التدريب حتى في المباراه فاش تجيك واحد وحده ولا جوج تلقى راسك انت خايد لابيوتيد عليها تجي تدير الطريقه ديال الطريقه الصحيحه. العكس اللي في التدريب تتبقى كما تنقول حنا بالدرجه تبقى تفلا وتجيك وتبقى تضرب بيشنيت وتبقى دير هذه تجيك في المباراه تدير نفس الطريقه اللي درتي في التدريب وما تنجحش لك. تتمنى بان المهاجمين يبقوا في التدريب كما تنقول لك يخدموا سيريو لان راه كره وحده تجيك في المباراه خصك تسجلها. صحيح حبيت التذكير فقط فمباراه اليوم اللي جمعت الوداد الرياضي اللي كل ما التحق بنا قبل قليل مباراة جمعت بين فريق الوداد الرياضي ومولودية وجدة انتهت على وقع التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة. مولودية وجدة سجل له اللاعب إسماعيل الخافي عن طريق ضربة جزاء بينما عدل الكفة للوداد أيوب الكعبي في الدقيقة 80 غير بعيد على الوداد سي محمد. فريق الرجاء الرياضي الغرب التقليدي للوداد يخوض اول مباراه له رفقه مدربي الجديد الاسعد جرده الشابي امام فريق المغرب الرياضي التطواني. هذا المدرب في اول اختبار رسمي له عندما يواجه المغرب التطواني في لقاء الغد سي محمد. ومن طبيعي الحال خصو كما تنقولوا حنا في هذه المقابله يبين لنا الامكانيات وعلى الشغل اللي غيبدا به مع فريق الرجاء البيضاء وطريقه اللعب ديالو والتكتيك اللي غيلعب به. تنظن بان المدرب عنده دور لكن حتى اللاعبين تيبقى عندهم دور كبير اكثر من المدرب لانهم هما اللي كما تنقولوا هما اللي غيكونوا في ارضيه الملعب هما الممثلين في ارض الملعب هما اللي غيمثلوا هذاك السيناريو اللي غيعطيو المدرب. تنظن بان فريق الرجاء البيضاء دابا في المباراه الاخيره كلهم قدم مستويات كبيره فاز على الفريق المصري ذهبا وايابا بحصه كبيره وبنتيجه وباداء. تنظن بان الثقه رجعت اللاعبين تنشوف رحيمي سجل في مباراتين الفريق غادي كما تنقولوا هجوميا ولا تسجل بزاف وحتى دفاعيا ما بقاش يسجل عليه بزاف ديال الاهداف. تنظن بان الثقه رجعت للمدربين اللاعبين لا في الدفاع لا في الهجوم حتى في وسط الملعب اللي شفنا نقوم رجع وسجل هدفين سجل هدف هنا وهدف في مصر يعني تيبان لك بان المجموعه بدات تاخذ ثقه. المدرب تدخل على المجموعه اللي فيها الثقه تيعمل بالاريحيه لان ديما انتصار تيخلي المدرب يخدم بالاريحيه. مدرب جديد ولكن عارف الشيء الكثير على الرجاء البيضاوي يعني قبل ما يجي عارف العرض ضدهم اول شيء ودارس الامكانيات ديال اللاعبين ديالو وفي التدريب غيخسر المجموعه ديالو. ومن طبيعي الحال اول مباراه غيقدم كما تنقولوا على البدايه الموفقه ديالو ومن وراء عاد نبداو نشوفوا العمل. انا ما نقدرش نحكموا على المدرب في اول مباراه ليه لانه ما تعرفش بزاف ديال الاشياء وما عارفش فريق يلعب ضده وما عارفش بزاف ديال الاشياء. ولكن تنظر مع 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 مع, مع الوقت يعني تقريبا دابا 3 ايام باش خدا الفريق يعني تنظر بان باقي ما يقدرش يخدم ما يقدرش العمل ديالو كله حطه في ارضيه الملعب لان باقي الاشتغال. تنظر مع هذه المقابله مزيان فريق رجع بدا باش يفوز فيها لان
مورا تابع واحد السفريه في افريقيا باش يكمل كما تنقولوا حنا المباريات اللي عنده في افريقيا، لانه هو 90% تاهل للدور الموالي. تنظر بان هذه المباراه غتقدم بزاف ديال الاشياء. اول حاجه تاهل رسميا، لا تنظر على المباراه ديال تيطوان، تاهل رسميا المباراه ديال تيطوان اول حاجه تتقدم للجماهير الطبق الرياضي اللي عودتي عليه، تتعاود النتائج اللي درتي في المباراه الاخيره خصك عاوتاني تاكدها. المدرب حتى هو غياكد العمل ديالو، غيكون دابا جوج الاشياء اللي كاينه في المباراه، تاكيد المدرب للعمل اللي غيقوم به وتاكيد اللاعبين على هذه الصحوه ديال النتائج الاخيره. صحيح، حتى اللقاء الغد غادي يكون فرصه مواتيه للمدرب التونسي لتشاد لسعد عفوا جردة الشابي. الانتصار من خلال هذا اللقاء غادي يخلي المدرب الجديد يدخل مباشره في الاجواء زمان. ومن طبيعه الحال اي مدرب تيبغي في اول مباراه ديالو يفوز، واللاعبين تاهما كما تنقولوا كل شي لاعبين تيبغيو يقدموا كاع اللي في 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 الجعبه ديالهم باش كما تنقولوا يضمنوا الرسميه مع هذا المدرب الجديد. تيكون كل واحد كما تنقولوا حنا تيضرب على المصلحه ديالو، اللاعبين تيبغيو ياكدوا للمدرب اننا حنا راه حنا اللي نستاهلوا الرسميه، المدرب تاهو تيبغي يحط طريقه اللعب ديالو ويشوف اللاعبين اللي غيدخلوا ليه في 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 سيستيم جو اللي غيحط. يعني مباراه غتكون جديد، اول مباراه للمدرب، واللاعبين تاهما غيدخلوا باول اول مره بالتاكتيك ديال المدرب الجديد، بالتوصيات ديالو، بالتعليمات ديالو، بزاف ديال الاشياء. تنظن ان المقابله غتكون مباراه قويه، لان ضد فريق المغرب تطواني حتى هو اللي في المباراه الاخيره فاز، يعني تتبان لك بان المباراه تكون قويه. اول مباراه عند فريق الرجاء البيضاء وفرمدان هما والمغرب تطواني غتلعب في الرباط في ملعب ملعب الله يكون ملعب كبير، يعني بزاف الاشياء اللي غنشوفوا. تتمنى بان المباراه تكون مباراه جميله اللي ترضي العشاق ديال الفريقين. أكيد من المنتظر أن مقابلة غد تكون مباراة في نفس المستوى اللي شفنا فيه لقاء اليوم ديال الوداد وضم. الجميل في الأمر هو كنتوقع أن الأداء غادي يكون متذبذب سواء الوداد أو المغرب أو المولد تجزا، أمر طبيعي بحكم الصيام كما قلنا، ولكن الأداء ديال اليوم كان رائع والكرة ما وقفاتش بزاف أستاذ محمد، ونتمناو في لقاء الغد نشوفوا نفس المباراة اللي شفنا فيها اللقاء تاع وجده والوداد. بطبيعة الحال غدا غنشوف مقابلة جميلة، لأن الفريقين بجوجهم تيلعبوا بأتاك بلاسيك، كلهم تيبغيو يلعبوا الكرة تيبغيو يبنيو من الوراء، لا الرجاء لا المغرب التطواني. في المباراة الأخيرة اللي لعبوا بيناتهم ديما تلقى واحد المباراة اللي جميلة، مباراة اللي تكون مفتوحة فيها أهداف فيها جمالية في أرضية الملعب. تتمنى غدا عاوتاني تكون في نفس المستوى نفس الايقاع، المباراه غتكون جميله لان الفريقين بجوجهم تيلعبوا الكره. تتمنى ان شاء الله نتفرجوا في واحد المقابله تكون جميله ويكونوا فيها اهداف. تفوز ديال الفريق الرجاء الرياضي في حاله حقق الفوز في لقاء الغد فغادي يقربوا اكثر من المنافس ديال المباشر اللي هو فريق الوداد الرياضي متصدر الدوري، وغادي يشدد عليه الخناق اسي محمد. بطبيعه الحال هذه النتيجه هذه غتعطي واحد العزيمه جديده للاعبين، لان ما يبغوش يضيعوا هذه المباراه لانها تتقلص التنقيط بينه وبين المقدمه. مباراه كما قلت لك اللاعبين غيمشيو يقدموا كل شيء اللي في الجعبه ديالهم، اللاعبين غيبغوا ياكدوا الرسميه ديالهم مع المدرب الجديد. شفنا نقوما قدم واحد المستويات كبيره، يعني اللاعب اللي تيلعب في المكان ديالو حتى هو دخل خصو يقدم واحد المستويات كبيره، تتولي هذيك المنافسه الشريفه في ارضيه الملعب. هادشي تعطيك هادشي باش يعطيك واحد الفريق اللي قوي. شفنا بزاف ديال اللاعبين اللي دخلوا، شفنا سوبور في الاريير كوش ولا كما تنقول لاعب رسمي وقدم مباريات كبيره وبين على عطاء كبير من ابناء النادي، وفاش عطاته الفرصه قدم عليهم قدم مباريات كبيره وضد خصم اللي كان قوي ولاعبين اللي كانوا في المنتخب المصري ولعب في المكان ديالهم. ما شفناش بانه كان واحد المركب نقص لسوبور، بالعكس شفناه تاقلام شادر التمريرات ديالو وما جاتش من المكان ديالو، ما جات حتى شي محاوله. تيبين لك بان كاينه واحد التنافسيه في الجهه اليسرى. تدور الجهه اليمنى عاوتاني كبين بين بو طيب و سميتو مذكور، تا هما واحد المنافسه اللي كبيره. يعني تيبان لك بو طيب فاش غيرجع خصو يتضارب على ان مذكور خدا الرسميه وقدم مباريات كبيره وبزاف ديال الاهداف جات من الجهه اليمنى. تشوف وسط الميدان عاوتاني رجوع نقومه، رجوع العرجون متولي، رجوع عاوتاني الحفيظي. يعني تيبان لك دابا كاين واحد التنافسيه، اي لاعب غيبغي يضرب على المكانه ديالو. شفنا التصريح اللي خرج به المدرب تيقول لك بان المكانه للشخص اللي كما تنقول اللي يستاهلها بين اللاعبين، والتنافسيه تكون شريفه، وهادشي اللي تيعطيك الايقاع ديال النادي وتعطي النتائج، لان كل لاعب فاش يدخل المقابله تيبغي كما تنقولوا تيبغي يضمن المكانه ديالو، وهادشي كله تيكون في مصلحه الفريق. صحيح، وفي المقابل فريق المغرب التطواني هو الاخر غادي يبحث على نتيجه الفوز وتحقيق ثلاث نقاط، رغم ان الفريق المغرب التطواني غيستقبل هذا اللقاء بعيد على المدينه ديالو. فالرجاء غادي يكون قرب من التطوان في اللقاء الغد، التطوان اللي الملعب ديالهم
المعروفه سينيتر ملي كيخدع الاصلاحات، مره كيستقبل في الرباط، مره في فاس، ومره كيبحث على ملعب. هذا موضوع اخر. فاش تكون لاعب ضد فريق الرجاء البيضاوي، يعني تكون عندك ما تلعب في اي مكان، تكون متحمس لانك لاعب ضد واحد الفريق اللي كبير. كل اللاعبين غيبغوا كما تيقولوا يخرجوا كاع داك الشيء اللي في الجعبه ديالهم، بغوا يخدموا مباريات كبيره. هذه اول حاجه، المدرب ما يقدرش يحمس اللاعبين وما يبغيش يحمسهم، لان اللاعبين ديجا محمسين لانهم لعبوا واحد المقابلات، تفرجوا فيها الجماهير، ديما تلقى متابعه جماهيريه كبيره. يعني اي لاعب تيتمنى يلعب فريق الرجاء البيضاوي تيبغي يقدم مستويات كبيره. يعني المدرب ما غيلقاش بزاف ديال كما تيزاد العناء باش يشحل اللاعبين ديالو. كما قلت، فريق المغرب التطواني غيبحث عن الانتصار في لقاء الغد، باعتبار ان الفريق التطواني تحتل المركز 13 براسية 12 نقطة فقط، وغير بعيد على المتتالي الترتيب نهضة الزمامرة اللي عنده 7 نقاط. فأكيد المغرب التطواني غادي يبغي يبحث راجعة النقاط اللي غادي تخليه يرتقي من المركز 13 للمركز الثامن، مناصفة مع كل من الاولمبيك اسفي واتحاد طنجة. ورا الفرق بجوجهم دابا عندهم اهداف، كل واحد عنده الهدف ديالو. تطوان عنده الهدف ديالو بانه ابتعاد على المؤخرة، والرجاء البيضاوي عندها الهدف ديالها هي تقليص النقاط على الصف الاول. يعني المباراة غتكون مباراة قوية، غتكون كل فريق باغي يلعب على ثلاث نقاط. هذه ديجا تعطيك واحد تعطيك واحد المعلومة بان المباراة ديال غدا غيكون فيها واحد الايقاع، واحد الريتم اللي غيكون زوين. تنتمنى بان المباراة تخرج داك الشيء اللي كنا تنعرفوا عليه، وما ما تقدمش واحد المباراه اللي ضعيفه. ولكن تنظن بان الا شتي الفريقين بجوج، لا الرجاء لا تطوان، فرق اللي تعرفوا يلعبوا الكره، فرق اللي غيقدموا لنا واحد الطابق الكروي غدا في العشيه. صح، دائما نفس الجوله، مباراه اخرى مبرمجه يوم غد الجمعه بين فريق حسنيه اكادير ونهضه بركان. هذه مباراه المتناقضات. حسنيه اكادير اللي كيحقق سلسله انتصارات الايجابيه منذ قدوم الاطار الوطني رضا حكم، فالفريق عرف واحد الصحوه عكس المدرب السابق التونسي منير الشبيل اللي فشل في تجربته مع حسنيه اكادير، عكس التجربه اللي كانت عنده الموسم الماضي مع سيراوات زم اللي قدم موسم كبير وانقذ الفريق ديال سيراوات زم النزول للقسم الوطني الثاني. اليوم حسنيه اكادير كيتعاقد مع مدرب جديد اللي هو رضا حكم، مدرب مجرب عطى اللمسه ديالو لهذا الفريق، ومنذ مجيئه الفريق فما خسر حتى ماتش، تعادل وربح في باقي المباريات. غادي يواجه نهضه بركان السي محمد اللي فاجئنا هذا الموسم، فريق يحقق نتائج متواضعه سواء على مستوى البطوله الاحترافيه او مستوى كاس الكونفدراليه الافريقيه. وتنظر بان بركان اللي فاجئ الكل، ماشي فاجئنا انا زعما كاع المتابعين ديال الكره المغربيه كلهم تفاجئوا، ان 4 سنوات وبركان كانت على القمه ديال ديال ديال, ديال, ديال افريقيا على بطوله الكاف، في بطوله كان ديما تتنافس الاخر نفس. هذه السنه هذه شفنا بزاف المشاكل بين المدربين وبين بعض اللاعبين. مشى المدرب سكيتيوي كان عنده مشكل مع اللاعبين، جا المدرب نفس الشيء عنده مشكل مع اللاعبين، عنده شيء ما كانش نشوفوه على العيان في نادي بركان. دابا خرجوا بزاف ديال المشاكل، ولكن تنظن بان بركان ديما تيبقى داك الفريق اللي قوي، عنده لاعبين اللي مجربين يقدر في اي وقيته كما تنقولوا يخرجوا من هذه الوضعيه هذه. مباراه غدا غتكون مباراه قويه، لان حسنيه اكادير تتقلب على 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 اتمام هذه النتائج الايجابيه اللي كانت غاده به. يعني غيدخلوا بمورال اللي طالع، بركان حتى هما غيبغيو ينسيو الجماهير ديالهم هذا الخفقان الاخير في البطوله ولا في بطوله الكاف. غتكون مباراه قويه، مباراه اللي غتكون بين فريقين اللي كما تنقولوا عندهم واحد اللاعبين اللي عندهم لاعبين مخضرمين، لا اكادير لا بركان. نتمنى ان شاء الله حتى يظهر لنا بواحد المستوى كبير، ونشوفوا المستوى ديال بركان الحقيقي، ونشوفوا مباراه ونشوفوا المستوى الحقيقي ديال اكادير. غنلقى واحد المباراه كبيره، لا كلهم بجوج مكانوا في النار ديالهم، غنشوف واحد المباراه اللي تكون في ايقاع كبير ويكون واحد المستوى كبير. وهذا الشيء اللي كنتمناه السي محمد. قبل الختم نذكروا فقط مشاهدينا الكرام بترتيب البطوله الاحترافيه مؤقت اكيد، رغم عدم اجراء مجموعه من المباريات على جوله 12، لكن الترتيب المؤقت الحالي للدوري الاحترافي هو على الشكل الاتي: الوداد الرياضي يواصل صداره الدوري الاحترافي براسي 26 نقطه، متبوعا بالرجاء 19 نقطه، الجيش الملكي كذلك 19 نقطه، مولوديه وجده كيرتقي للمركز الرابع ب 17 نقطه مناصفه مع حسنيه اكادير، اتحاد طنجه 15 نقطه مناصفه مع اولمبيك اسفي، 14 نقطة عند كل من فريقي شباب محمدي والفتح الرباطي، 13 نقطة عند برشيد وفاس، بركان وتطوان عندهم نفس النقاط 12 نقطة، الدفاع الحسيني الجديد 10 نقاط، ثم سريع واد زم المركز ما قبل الأخير ب 8 نقاط، والمركز الأخير كيرجع لنهضة الزمامرة ب 7 ديال النقاط. قراءة في
الترتيب وتنظنوا بان باقي ما تفرقاش الكوكب في مقدمه الترتيب، لان نهضروا من الرتبه 5 والرتبه 6 ل 17، لان باقي كما تنقولوا لعبه، ولا شفنا في مؤخره ديال الترتيب تنشوفوا بان الكوكبات هي باقا قريبه، لان من 6 نقاط حتى 14 نقاط عندك جوج انتصارات القراص، كل ثلاثه القراص كنت انت في الصف في وسط الترتيب. يعني قلت لك ديما في البطوله المغربيه تيبقى داك التشويق، لا في المؤخره لا في مقدمه الدوري ديما تيبقى داك التشويق، تقارب كبير لا مستوى مقدمه الترتيب. الى خدينا من الصف الخامس حتى الصف الاول، جوج هزائم ديال المتصدر وجوج انتصارات ديال اللي في الصف الخامس تلقى في المرتبه الاولى. يعني تيبان لك بان اي فريق اللي كما تنقولوا حنا اللي ما غيمشيش بواحد بسلسله ديال النتائج اللي تكون ايجابيه غيلقى راسو تحت الفريق الثاني. ونفس الشيء في مؤخره الترتيب، ان تيبان لك ديما 6 و 12 عندك ثلاثه ديال الانتصارات، راه انت تلقى راسك فيت اللي قريب لك. نذكروا فقط مشاهدي الكرام، في اليوم غدا الجمعه كاينين جوج ديال المباريات مبرمجه، عندنا جوله 12 المباراه الاولى غتجمع حسنيه اكادير بملعب اذرار امام نهضه بركان، ثم المباراه الثانيه بين المغرب الرياضي التطواني وفريق الرجاء الرياضي، اللقاء اللي غادي يتلعب بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالعاصمه الرباط، بينما المباراه اللي كانت مبرمجه على نفس الجوله اليوم الخميس انتهت على وقع التعادل الايجابي، هدف لكل في كل شبكه خلال المباراه اللي جمعت الوداد الرياضي بالضيف ديالو مولوديه وجده. مشاهدينا الكرام، الحلقه ديال اليوم من برنامجكم بروبليم رياضي وصلت النهاية ديالها، ما سخناش بكم، شكرا لكم على حسن المتابعه، والشكر لك انت محمد ارموم المحلل قناه الحصه ديال اليوم، والشكر موصول لجنود خفاء طاقم قناه شوف تي في تحت اسراف مخرج الشاب أسامة زين الدين. نلقاكم يوم غد الجمعة بإذن الله تعالى، دائما لحساب نفس البرنامج وبرنامجكم بروبليم رياضي، ولحساب نفس قناتكم شوف تي في. لذلك الحين تقبلوا مني أنا محمد رضا بوحوتة، أطيب المنى وجمعة مباركة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.